A bad day, يوم سيء. أيضا هو إنشاء مرشح بقوة إنه يجي في امتحان هذا العام لمادة اللغة الإنجليزية للصف السادس إعدادي. هذا نص بسيط يمكنكم حفظه بسهولة. تجي صيغة السؤال: Write an email about a bad day out where everything went wrong. اكتب إيميل حول يوم سيء حيث كل شيء يجري بالخطأ. Dear سديم, I had a terrible day last Saturday. قضيت يوما مزعجا السبت الماضي. I wish I had stayed in bed. Then all this would not have happened. أتمنى لو بقيت في السرير ثم كل هذا ما كان حدث. While I was driving to my work, بينما كنت أسوق إلى عملي, my car stopped in the middle of the road. سيارتي توقفت في وسط الطريق because there was no petrol in it. بسبب أنه لم يوجد فيها وقود. I was late, أنا كنت متأخرا. So I decided to leave it. لذا قررت أن أتركها. And take a taxi. وأخذ تاكسي. While I was waiting for a taxi, بينما أنا كنت أنتظر تاكسي, it began to rain. لقد بدأت تمطر. At last, I arrived to my office. أخيرا وصلت إلى دائرتي. But I was late. لكني كنت متأخر. My boss was very angry. مديري كان غضبان جدا. And he fired me. وهو قد طردني. I went back to my car. رجعت إلى سيارتي. But I didn't find it. لكني لم أجدها. I felt so sad. شعرت بحزن. Because I lost my job and my car too. بسبب أنه خسرت وظيفتي وسيارتي أيضا. It was really the worst day in my life. إنه حقا أسوأ يوم في حياتي. Best wishes. أفضل الأماني. سامر. إلى هنا نأتي إلى نهاية الفيديو لهذا اليوم. انتظروا مني فيديوهات مهمة قادمة. مع السلامة.